السلام عليكم خوتي حبايبي، مرحبا بكم في فيديو جديد الباكسيون باكسيات. هذا اللي تسابق معايا مول في سفيان الاول اللي كيتسابق معايا كتقولوا علاش حسام هو اللي معايا وسفيان لا. السلام عليكم، بعدا كي دايرين؟ اخباركم؟ الصحه ديالكم مزيان؟ كيف ديما نتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير. عرفتي اخر فيديو درنا انا وياك كنا درنا في المحل، والله شنو عقل عليه، والله شنو عقل عليه خوتي. عارفين دابا انا وسفيان دايرينها بسفيان، انا وحسام دايرينها بسفيان. كتشوفوا معايا حسام معايا هذا خوتي اللي ثاني مره غنديروها انا وفيزا على سفيان. كنا جالسين ما بينا ما علينا، سفيان دخل الدوش، انتما كتسمعوا سفيان دخل الدوش. اللي بغينا نقول لكم هو بغينا نديروا فيه مقلب. المقلب شنو هو؟ هو الصراحه المقلب في سفيان وحتى في ماما، ما بغيناش ندخلوا ماما معانا، بغينا تبقى سبونطاني كيفاش تشوف ردة الفعل ديالها ملي تشوف ولدها في جيبو واحد الحاجه اللي هو هادر لي السجائر. منين شاف منين هاد؟ بعد هذا خديناه لبابا، غادي نشدوه وغادي نديروه في الجيب ديال سفيان. انا كنكون جالسه ما بيا معايا نقول لها انا لي ماما والله ما فيا لي نوض ولا شي حاجه، جبد لي شي تليكوموند ديال التليفون ديال سفيان محطوطه هنا في شي بلاصه نخشيو في الجيب ديال سفيان. ونصونيو عليه نقولو خالتي هادي هو هادي خاطر. المهم شوف معلم خوتي خليكم معنا. اول حاجه تشوفوا دايرينها بماما كيفاش تشوف ردة الفعل ديال سفيان لقات عنده في جيبو هذا. والواعره هي سفيان ما عارفش شنو في جيبه داكشي كاين، ما هو ما كيدير والو، يعني كيفاش غادي يقول انا منين جاني داكشي. هاي خرج من الحمام، المهم هي تكون كتسنى، هاي خرج من الحمام تشوف ردة الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. حنا خوتي غنلاقيو السلوكه ما تشوفوا هادي خلاصه القول. يلا خليكم معنا بما فيكسينا الكاميرا. ما تنساوش الاخوان ديالنا تابوناو وديروا لايك طبعا وبارطاجيو مع صحابكم. هذه خايبه هذه اللي قلتي، مازال جديد ومازال كنوجدوا لواحد الحاجات اللي زوينين وبزاف. وبقاو معنا راه اذا شحال هذه كتكتب لكم ما تنساوش ترفعوا جرس. دري خليكم معنا ليتس جو. فوالا خوتي كيف كتشوفوا اتفقنا انا وحسام باش ما نفيكسيوش الكاميرا لانه سفيان يكون كيدوج، يعني الكاميرا تكون كتحرك وما عندنا كيفاش نفيكسيوها. ما عندنا جوج كاميرات وحسام ما جابش معاه الماتريال. ويلي 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 هذه ساره ديما كتخلي لنا هذه الامانه وكتمشي غنديروها بحبيبي سفيان. المهم خوتي خليكم معنا، التليفون يكون التصوير يعني من التحت نحاولوا ما نبينوش. خليكم معنا دابا غادي نمشيو نديرو التليفون ديال سفيان في الجيب ديالو ديال السروال وغادي ماما تجلس عادي. خليكم معنا وهاليكم سير اسيدي. غادي نخشيو تليفون سفيان وغادي نصوروا عليه ونحطو حدا خالتي. ماما نعم واش رضع انا الاء؟ لا لا ارضع انا وراه كتبكي الدريه. شتي حسام هاد اللعيبه ديال هنايا هذا انا هنا نرضع هنا بوبا هنا بنتي هانت من وجهي ها هي ها 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 واش هادي تبدا تخلي لنا بنتها وتمشي؟ ايوا من بعد ويني انا من بعد ايوا ماشي كبدا المعاودة كبدا المعاودة ايوا بنتي عندها غير نهير لحد تخرج معاها ماشي مشكل. دابا راه مشات مع حماتها التيليفون ديال من هذا جاوب حسام تا ماما التليفون من عند التليفون هذا ديال سفيان
دغيا دغيا ماما عطي الحسام يجاوب. صافي صافي رجعوني دبر راسهم. احمك احمك هذا هذا شي فقير باغي سفيان يعيط. اولي ماما كتقلبي للدري شي حوايجو. اي جاتني في يدي شوف شنو داير. ديو سفيان هي شنو داير في الجيب؟ لا يمكن يمسخر البابا ولا شي حاجه ديال عمي وقيل ديال عمك. لا لا انا ياك ما انت صاحبو ساكت عليه التقليد واش عارفو كيدير شي حاجه وليد. لا ما عرفتش شي حاجه. وانت يا بنتي اللي اختها انا والله ما عارفه شي حاجه. انا نشوف فيه شي حاجه حياته عمره ما كيدير في جيبو حتى شي حاجه كيقول لي ما كنشمهاش يكتب عليا ولا عطيها الصفار عليها قلنا عطيها الصفار. شنو هذا سفيان؟ خوتي سمحونا على التصوير ولكن ماما ويلي راه الدري كيدوش. قلت لك ديال باب بالدري واش نتوما عارفينو كيدير هاد البالة؟ ايوا ماشي لها خالتي قولي الحق بالله. لا خالتي معايا احلف بإيمانك إيما كيدير هاد المصيبة؟ معايا ما كيديرش حاجة. معاك ما كيديرش حاجة إذا الله أعلم بوحدو. وانتي حلف ما عمرك سمعتي. ماما شمنيتك انا غادي نبغي خويا نشوفو غادي نفرشخو. الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك وبلاتي. انت غتشوف دابا شنو غندير لك دابا. داكشي يمكن مسخر البابا سول بابا بعدا. لا ما عمرك تقول هادشي غير سكت. هاد الكلمة إلا قلتيها وسمعها غادي يقول إيه غادي يقول لي سمع أختي أش قالت سد فمك خليني حتى ندوي معاك. قال كيبدل سد عليه. حيدي داكشي بعدا من يدك حيدي حيدي من يدك. أنا غنخشيه هنا تنوريه ها هو كنوري الشغل عاد غنقول لها علاش بلاتي. قلت يسول عمي واش مسخر ليك هو الاول باش ماشي سعيد واش سخرتي سفيان؟ لا قال لك عليه والو اما مسخر ولا مسخر حلف. ايوا ها واش نقول لك ما عرفتش. واه الا كان هكا حشومه يدير هادشي. ها واش ساليتي ولا باقي؟ حل حل اجي واش باغي نزيكي لوغ؟ اجي انا كندوي معاك. اجي معايا اجي ايه ايه حط القرعه بالله الهرس عليك. حط القرعه حط القرعه. هادشي علاش وليتي تسافر بوحدك وبلا امك بلا باك بلا حتى واحد سفريات؟ ها شوف راسك اش وليتي دير ملي وليتي تسافر بوحدك. شنو بنتي قول اشنو هادشي اللي في جيوبك؟ اقسم بالله ما عندي حاجه في جيبي. ما تبقاش تحلف. الله يعطيني شنو هادشي اللي في جيبك؟ انا ما كنجيش ندوي معاكم. انا فهمت والو سفيان. ها قول لي الحق. يقول لي الله والله ما اسمح لك. الله يعطيني العمى ما فاصل. هذا الشيء اقسم لك بالله ما ديالي. الله يعطيني ما تبقاش تقول لي دائما ماشي ديالي. الله يعطيني ما ديالي. اقسم بالله ما ديالي. اسكت بالله سفيان انت داك الشيء في جيبك واش منيتك؟ لا اسمح لي يا سفيان وبقات ماماك داك الشيء. انا شنو غتغمزها؟ شنو غادير؟ علاش تغمزيتها؟ انا ما نبغيش خويا. ايه يا بلاتي بلاتي نكمل بلاتي لا ما كنثقش دابا ملي شفت في جيبك ماشي في جيبهم. آمن بالله آمن بالله آمن بالله. قلدتهم حسام قال لي انا معايا ما كيديرش ولكن عمل الله. شنو هادشي واش منين؟ الاخرى قالت لي اماما انا كون شفتو ندير له نفعل له نترك له ولكن انا بقيت في جيبك. اذا ما كنضحكش تريد عليك واش في جيبي؟ اش كتنكر؟ والله ماما الا كنت حاطو انا الله يعطيني. علاش تقول لي هكاك؟ علاش تشوف فيها؟ لا حيت هي هي واش في جيبي تيا؟ ما تبقاش تغمزني سفيان في شي حاجه. انا كنغمزك. واش كتخرج لي في عيني؟ والله ما كنغمزها الله يعطيني العمى. اويلي اويلي اويلي
وي واش انا كنغمزك فايزه علاش كتخرجي انت سفيان واش انا كنغمزك بلاتي لا اسمح لي اسمح لي كيفاش كتقولي واش انا غنغمزك بلاتي كيفاش كتقولي انا غنغمزك وي اللي باك تضرب فيا والله تغمزك حيد ماما حيد كيفاش انا كنغمزك ما غاتشوفيش حتى ولا ما هي مالها شنو دارت انا ماما بلاتي واش انا كندق على قبلها حيد والله تغ حيد لهاش سال ضرب ما يشد سال حشومة ما تستاهل الضرب كيفاش ها ها ريح حيطة ماما والله تتحي وش منيت كنت اجي لهنا اجي لهنا انا وياك انا وياك دابا كنهضر والله يعطيني كسيده كتامن بالله ياك هي كتامن لا ما تبقاش تعيب هاد التعاوي بعدا ما تبقاش تعيب هاد التعاوي الله يحفظنا وين نجينا واش دابا انا ولدي انا مربياكم كلكم ولادي ما كيفهموا وما كيديروا والو اقسم بالله ما وانت فاصحت ماما انت انا غادي نجي نقصك باش هاد النوبه هاد النوبه كدير شي حاجه قول لي ماما ماما والله مدوش والله حتى انا مدوش والله حتى دخت والله حتى دخت كيفاش دختي كيفاش دختي حتى يلا مدوش ماما والله حتى دخت ماما مولفاش لك بحال هكا كيفاش ما مولفاليش ملي نشوف هاد المصيبه هادي في جدي وقسما بالله ما ديالي هادو ما دياليش ما دياليش انا والله ما الله يعطيني الكونسيب بغيت نقول الكونسيب والله يعطيني مصيبه ما ديالي حلفتي بالحلوف شنو ماما فيزا فيزا ما فهمتش فيزك الله يعطيني كسيده ما كنغمزها الله يعطيني العمى ما كنغمزها كتغمزها واش بالك بنيتك ما خدتش بديا الصدار زعك من اختك والله يعطيني من اختك كتعاني من اختك كتكمل صافي اختك كيكون شافتك وقتلتك يا فما عندك كسيده ماما تديها شي حاجه هذه حيت ما مولفاش لها كديرها بيا شي حاجه لا الله يرضي عليها الله يعطيها لما تديها بيا شي حاجه الله يرضي عليها حتى يقول بغيتي تقلبها في البرانك ولا شي حاجه باش ما تاكلش العصا بابا الله يعطيها لها هي دابا بغيتي شوفي شوفي دابا حيت ما كنشدش ليها في البرانك بغات تدير فيا شي حاجه ماما شكون زعما هما داروه لك ماما فايزه لا ما يديروش خويا قلب لك ماما عرفتي شنو هو جيب هنايا فين كنتي ديالو الكارو ايه شتو تما ايوا خويا شوف انت واش ديالي واش ديالي انا داكشي تقليد عليك واش ديالي معايش ما كديرش انت شتي قال لك انا معايا ما كيديرش ولكن وعلى انا معاه فين كنكون ملي ما كنكونش معاه ولا معاكم ملي كتخليه في الدار وتجي تم جاي ولا كتخليه تي مونطي راسك انا صافي ديالي مونطاج اوي هاد التعيين ديالو ديالها الله يعطيني اوي والله العظيم الا كليتي العصا اوي ماما واش انت اللي قال لك شي حاجه كتقول اسمح نزل عليها ماما اسمح لي لا تيقبيني واحد ماما وي كتجواد هذا كله رضا وعطيها هي قتلت العصا ضربت منها والله تضربت منها خوتي ان بعض الظن اثم واش كي لوطي ما هزيتوش خاطي ويا باق 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 في الباب وعيقتي والله وحيت هي شجعتني قالت لي راه كيدير كندير خوت البرانك الحمد لله داز على كيف كيف بغيتو ووليداتك الحمد لله ربيتيهم احسن تربيه الحمد لله كنحمدناك وشكرنا و تبارك الله على راسك كتسكي وتشرب هادي الله يحفظها يا ربي تحفظنا وتنجينا مراتك وجهي يلا ها يلا ما شكليش قتلت العصا قسما لا لا ما كديرش شي هادشي والله يحفظنا وين جينا من هذا الشيء والله يحفظ وليداتنا وليدات المسلمين انا باقا دابا كندعي يا ربي عفوا على كل وليدات مقلب فاشل انا سفيان ما كيتشدش ليا بعدا باش نقول لك رجال وليدات وكل شيء عفوا على الجامع شفت حسام حيت عرفت ما يمكنش هي كتقول لها كيدير وهي فايزه اكثر وحده كتستر عليا اي حاجه من غير اي حاجه
كنشوف هي اللي كتحرضها. قالت لي سير راه كان شي لو شفت حسام هز وانا نقول ماما جي فودنك واخا خلات صداع بويا. جيت لولدنا قلت لها شوفي عقت قلت لها شو حيت جيت لوجهي هنايا مالي ما بودنك واش شفتو كاش عليك صاحبي بغيت نزيد لا انا عقت حيت عارف كنتي كتجي مني في اي حاجه وانا نقول لها فودني قال لي دوري الا كذبتي لي دور حسام يدو شنو فيها. المهم خوتي نتمنى البرانك يكون عجبكم ومهم واخا كي كنحس براسي شديت سفيان وضربت طيب عطاتو لي ولكن وماما درناها بها عاوتاني الله يجعلو يسمح لي يا الناس يا الحباب ديالي الله يجعلو يسمح لي دابا نظلم اهم حاجه عرفتي شناهو ملي لاح الكار وعرفتي شناهو مع الليل وداكشي واكثر خفتو لي تقسم الله يعفو على كل واحد امين صراحه الله يبارك الله عليكم والله يحفظكم بحفظ الله وهادشي راه هادو مصيبه هادو مصيبه عندي هادو الله يهديهم واش اللي كاين صوفت ابونا كنحبكم بزاف اللي بغيت نقول لكم اخوتي هو انه بعدا معايا ما كيديرش شنو معايا ما كيديرش خليك صاحبي والله ما موجود شي صاحبي قال له معايا خوتي ما تنساوش ابونا وكنحبكم بزاف مازال ان شاء الله الجديد انا راه مابقيتش كنشوف صوفيا انا نهائيا وباي باي قولوا باي باي ديروا صوفيا اخوت ابونا وعدنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دنيا بلا بيك صعيبة ومرة انتي يا كنز الدنيا يا لمي ماي